وقفة مع أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا زميلي محمد عبده وشكرا زميلتي دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة جيفري بياتر. جاء ذلك على هامش المشاركة في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ COP27. وأكد الوزير أكد فيها وزير البترول على أن التعاون بين مصر وأمريكا يسير بخطوات جيدة، وأن هناك دعما من المؤسسات والشركات الأمريكية العاملة في مصر. كما تم خلال المباحثات استعراض عمل الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر حاليا في مختلف مجالات أنشطة صناعة البترول والغاز. هذا وقد أوضح وزير البترول طارق الملا أن هناك فرصا واعدة للشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى مجالات تحسين في كفاءة الطاقة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة عالمية وائل صوان اعتبارا من الأول من يناير القادم، والذي يشغل حاليا منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة بالشركة. هذا وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت أهم المحاور والتي سيتم مناقشتها في يوم إزالة الكربون والمقرر عقده يوم الجمعة القادمة ضمن فعاليات قمة المناخ، والذي لم يمكن ويكن إدراجه ضمن الأيام المخصصة في القمة إلا بدون تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ. قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المنطقة تركز حاليا على صناعات تحقيق التنمية والاستدامة ضمن رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية بجلسة منتدى الأعمال والذي عقده مجلس الأعمال المصري البريطاني تحت عنوان الانتقال بين التجارة والاستثمار إلى الاقتصاد الدائري. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تركز على صناعات تحقيق التنمية والاستدامة، وأشار إلى أن الخطوات البناء التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في ملف الهيدروجين الأخضر الذي سيخدم العالم على مدى 50 عام القادمة، قامت الهيئة بتوقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتباين في مؤشراتها، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 4.56% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 2210 نقاط. هذا وقد هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة. وافق صندوق النقد الدولي بشكل مؤقت على برنامج دعم بقيمة 4.5 مليار دولار لبنغلاديش. هذا وقد أكد صندوق النقد بأنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم برنامج يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو القوي والشامل والأخضر مع حماية الفئات الضعيفة. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. نعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع دينا فكري ومحمد عبده. شكرا لك مصطفى.